صباح يوم جديد من شوهانة عسير وتحديدا من محافظة تنومة الخضراء. مسار الرحلة بإذن الله نحو بلسمر. بلسمر وهي أحد ديار تهامة عسير. صباحاً ودرجة حرارة الجو تشير إلى 25 درجة مئوية، لربما كانت أقل في مرتفعات بلسمر وبلحمر سوف تكون أقل. وجود القردة على طول جنبات الطريق، فطالما كانت بلسمر وبلحمر تحتوي على كم هائل من القرود المترامية على طول جنبات الطريق،
تقدر انه بوب دي شغل زلم يمين حضرموت بيجي يمنا نحافظ على قممنا. هذه هي قمم تهامة عسير التمم الشامخة المتعانقة في 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 أعناق السحاب والسماء وتحتضن سحب جبال الثروات. بسدوان هذا رحب بسدوان الرحب وهو السهل او المرحب المترحب للضيف والقادم لطالما كانت يعني هي الوجهة للضيوف قديما للقادمين لتلثمر من الجهة الشمالية. توجد ديارهم هنا في المنطقة الشرقية من هذا الطريق، ليس بالمنطقة الشرقية لعاصمتها الدمام بل الناحية الشرقية عفوا أو الناحية على إيدي اليمين. ربما get confused sometimes من الاتجاهات، شعور باللخبطة والضياع وشعور أيضا أشعر بدوخة ودوار بسبب تم شرب السنكافيه أو النسكافيه الثلاثة في واحد. البودرة هذه هي صراحة مزعجة للباطنية، لطالما حذرني الدكتور مرارا وتكرارا من تجنب يعني حذرني بأنه أتجنب القهوة وإلى، ولكن للأسف تناولتها والآن أشعر ب يعني كما يقولون لخمة في البطن، ارتفاع حاد نحو بلسمر
مرتفعات بلسمر الواقعة في كان مطبخ متكامل. أيضا وجود عفريتة ووجود نظاف هواء ورقعة، لا بد يعني هذه ضروريات، وفي حال تعطلت في هذه المناطق لن يشبع لك إلا رب العالمين. يعني أنت في مناطق معزولة كلية، ليس على هذا الطريق أنا أتكلم، بل أتكلم على طريق الجنوب، طريق الجنوب الكبير، طريق الرين بيشا أو الرين الخميس، هو طريق معزول كليا، وأيضا طريق الوادي وطريق الدول المؤدي لنجران والوديعة واليمن، حدود اليمن، وايضا طريق مكه كويس، حديقه ومنتزه الهجار ومركز هذه حوراء، محافظه حوراء او مركز حوراء التابع لمحافظه بلسمر، مركز اقليمي واداري تعتبر بلسمر. حوراء عفوا، بلسمر بعد الطلعة اللي موجودة هناك سوف نشاهد المحافظة الساحرة، محافظة بلسمر الواقعة في تهامة عشير أو جبال السروات في جنوب غرب شبه جزيرة العرب وجنوب غرب المملكة العربية السعودية. شوف راعي التريلا هذا الان في الصعود، بطلع بس بك يعني هو في النزول ينزل سريع، لكن في الطلوع يكون صعب عليه. الله كريم، الله لطيف، الله طلع. هذا هو منتزه حظوة بالشرق هنا، ولكن سوف أقوم بالذهاب إلى منتزه أجمل وأفضل.
الاسمر وقرى اللجم تكون عند دخولك لبلسمر بالناحية الغربية من الناحية الشمالية، وانت قادم من الناحية الشمالية على طريق أبا النماط. هذا الطريق الذي يعتبر وصلا من طريق الجنوب العظيم المؤدي من الطائف، الذي يربط الطائف وانتهاءا بجيزان او جازان. الله كم انت جميله يا بلسمر. كل الخوف من المطبات. هذه مطبات ليش لا؟ شوف جمرة والهقاوي بعيد، عارف اني اعيشك في غيابك سنة، واعرف اني اعيشك في غيابك سنة. طلع الشوق جمرة والهقاوي بعيد، اعرف اني اعيشك في غيابك سنة سنة، أعرف إني أعيشك في غيابك سنة. من المعتري، حي المعتري الواقع بمحافظة بلسمر، ما يهزه كلامه لا يرده عنا. وعلي غرامك صرت عاشق عني، ما مدينة بلسمر
الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة وشبه جزيرة العرب. جاري التوجه بإذن الله نحو الشعب، شعب بالأسمر. ودائما الشعب يقع في أعلى نقطة ارتفاع، يكون هو أعلى نقطة دائما في المدينة أو في القرية. المطبة صغيرة بس تهد الحيل هد. محافظة بالأسمر غابات في الواقع، غابات